بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن سنن اللباس، من الأمور التي تتكرر مع غالب الناس في يوم وهم وليلة خلع الثياب ولبسها من أجل الغسل أو غير ذلك، مثل النوم وغير ذلك من الأمور. والخلع الثياب ولبسها لها سنن، أن يقول بسم الله سوى عند الخلع أو اللباس. قال النووي: وهي مستحبة في جميع الأعمال. كان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا أو قميصا أو رداء أو عمامة يقول: اللهم أني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال على شرط مسلم، ووافق أيضا الذهبي. السنة الثالثة البدء باليمين عند اللبس، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم فابدأوا بإيمانكم. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي أو أبو داود وابن ماجة وهو صحيح. السنة الرابعة: ويخلع ثيابه وسراويله بالأيسر ثم الأيمن، والله أعلم.